اصاله انت ما قعدتي معاي، انت اصاله اول مره تعزميني. انا اي شفتك بس لسه يعني دائما اللي اقعد معاك يعني ما قعدنا مده طويله ما سافر وصادف كذا رحله المفروض اسافر وياك ما سافرت. ما سوء حظي انا سافرت الا واحده تذكرين امريكا احنا اخذنا ضرب كم ساعه شو ضرب اخذنا ضرب ايش ضحكوا عليكم بس يعني رحله مضحكه بس تسلينا بس عارفه شيء لا بس والله يعني انت عارف مين ساعات على فكره يعني عارفه الرحلات اللي فيها نص الواحد بيتسلى تذكرين يا جماعه انا يعني اكثر واحده كنت اموت عليها وخش والله خلاني اشوفها ولا اللي هي كان مثلات منو معانا أمينة رزق الله يرحمها كمان بعد أمينة رزق ماما مديحة تقبلني ماما مديحة هي عاشقها عاشق مديحة يسري كل ماكو واحد ما يحبها أروع ست بالعالم كله كلاس شوفي في إحنا في أمريكا في اسمها المدينة اللي كنا فيها في بالبيتش مالها في عربانة دزين كبيرة يقعدون فيها ثنتين ودزينهم حلو فأخذت ماما مديحة ماما مديحة ركبتها وانا ادزها بيدي تقبلني قاعد تخيل انت هاي مدينه حيسري يعني تعرف الله يعني. متعه وبعدين يا اخي شنو راقيه شو الرقيه لا مو بس وشنو يعني يعني وما ناعم والله ولا تحس شيء ما بدها تضايقك راقيه حتى حزنها بتحكي بلطف ليدي ليدي ها اروى لا يعني هي الست فعلا وحيات الله ما بعمري شفت هيك بس امينه رزق حدا يوازيها الله يرحمها يوازي انسانيتها صادفتها في مول على البيتش فلقيت أمينة رزق كانت جدية كذا لا أمينة رزق مسكي يعني أنا كبيرة أنا ما يعني ما احتكيت لا أنا شفت شيء لا أنا يعني. طبعا أنا كلمتني واحدة من المجموعة قالت لي أمينة رزق في شنطة أمينة رزق استغربت شنطة غريبة قالت لي لا تستغرب أمينة رزق هيك تحافظ على شيء قديم شنطة قديمة يمكن من الستينات أو أقل أو أكثر أو الخمسينات فقلت لها الشنطة هذه تقول إيه هي هيك روح بيتها راح تلقى كذي كذي هالكلام أوكي فانا خلاص صار عندي انطباع ان الست هذه بتاعت زمان يعني. فلقيتها تمشي هيك بالبيت قلت لها وصلت قالت لي لا انا فتمشي ما شاء الله عليها تروح أيه؟ يعني احسن منها انا ما اقدر امشي تمشي لقيتها داخل المول ما تتوفى الله يرحمها يمكن بسنتين اي كانت شنو شنو تبي يعني بعدها يعني عارفه شنو تبي شفت الشباب عارفين انتم قلده بتاعت الحنفيه لا بالله سمعي فقالت لي لا في هنا في محل هنا عاوز اروح اشتري قلده حنفيه امريكاني احسن من بتاعت مصر ورحت اشتريت لها شريت لها رحت معاها وقالت لي عاوزه مفك شريت لها مفك تبع الحنفيه والحنفيه بمصر والله الحنفيه بمصر ما صلحت لها الحنفيه ما رجعت السوا ما اعرف انا في المهم شريت لها بس المتعه كانت طبعا كان الله يرحمه كمال الشناوي كمال الشناوي يوم الاجتماع بعدين معانا صحفيين من مصر كبار صحفيين يعني قالوا لنا طيب المشكله شنو في في متعهد مشكله متعهد نصبه كبيره بس اجاله جلطة اظني حرام ما اعرف شو صار معه لا انا بتذكر هيك انه اجاله جلطة محمود ياسين انا اقول لك اسماء الحين تذكر ها كلها بنفس السفرة كلها محمد عبده ويانا محمد عبده فك من اول ليلة ما شاء الله بس هو يعني ايه ما شاء الله انا ثاني يوم قرا الموضوع وراح انا ثاني يوم اخذت سيارة ورحت نيويورك زين قلت يلا سافرة هذا احنا جايين يعني خلينا نسافر رحت قعدت نيويورك قعدت انبسطت هناك رحت حق انا والله انبسطت كثير يعني صحيح انا صارت كانت مبسوطه انا انبسطت بشكل يعني كان انبسطت وحتى غنيت عرفت انه نصاب وغنيت مبسوطه كلنا ترى غنينا خلينا انبسطت كثير غنينا يعني احنا عملنا الحفله بروحنا بس بدنا يعني عارفه عشان بس نشيل الليله وخلص فشله رايحين ولهلا هي الذكرى عندك الجائزه الجائزه صار عندي والله عندك اياها مرة دوري انا بلاستيك هيك اي كلام اللي فيها واحد هيك عامل في واحد عامل هيك ماسك صحن ليش محتفظ فيها عشان ذكرى لان هاي ذكرى مؤلمه لازم تتذكرها لا والله لا ايش انا القصص المؤلمه اذا فيها تذكير ما احتفظ فيها اي تكريم وهيك شو التكريم كويس ان الفندق ما قالوا لنا اعطونا حساب الفندق كان فري يعني شو هو زين حلو لاس فيغاس لانه هن بيعطوا هيك بعدين ها وبعدين شنو وبعدين اول ما هنا الليموزينات والحياه انت انبهرتوا قلت بالرجعه ما تلاقيت لين حدا تاخذي تاكسي انت دفعت استاجرت لا والله طلبت ليموزين واحنا مع بوديجار لان الطريق هذا وبالطريق قلت له وقفنا عند ماكدونالد وقفنا واخذنا قلت لهم طلبوا لكم بعدهم وقاعد ياكلون بعدين شافوني تعبان راح افتحوا جابوا لي مخده نمت ورا وصلت نيويورك قعدت بالفور سيزون عيات بس ها شوارع طبعا هذه الحلوه اللي كلها ماركات بعدها شارع يعني في برودواي انا موت على برودواي بحب يعني اكثر مدينه بحبها تقريبا يعني انا بحب لا للاسف بس حبيتها كمدينه مع انه انا بحب الطبيعه بحب البلاد اللي فيها شجر وهيك الا نيويورك نيويورك عجيبه
انا ما سافرت نيويورك، انا رحت حدا نصب علي. ايوه انا مره كان حسيت لي شيء كثير خطير يعني، لا كان خطير يعني يخوف. كنت رايحه كان عندي حفله في السعوديه، كلموني ناس مثلا سي انه مثلا كلمتني العروس اسمها اصاله، كلمتني اصاله قالت لي انا ابغاك بالعرس والعرس تاريخ كذا، وبعثت لي التذاكر وكل شيء. اتفاجأت قبل العرس بيومين اتصلت فيا اصاله من جد، قالت لي اروى نبغاك بعرس في نفس اليوم. قلت لها ايه بس انت مكلمتيني، قالت لي لا مو مكلمتك. واتضح انه في ناس عارفين ان هم يبغوني بهالعرس كلموني، وعاد يمكن اكون نزلت السعوديه وقتها ورحت ما ادري وين، لانه لان بعدين لما اتصل فيا المكتب اتصل في الاولى خافت، عارفه كان يعني كان وضع خطير يعني، هم عارفين انه هذولاك يبغوني وحجزوني على اسمهم، وكانت العروس ما عندها خبر اساسا في حد كلمني. فهذه كان من اخطر الاشياء اللي طبعا ما قابلتني. لا رحت بس لما ضمنت انه يعني رحت وقتها يعني انا دائما الثانيه الحقيقيه رحت على الحقيقيه، ما هي نفسها بس هي استعارت يعني شخصيه الاولى. اي بعرف بس رحتي قصدي على المزبوط. هلا هي خطورتها كانت في ايش؟ مثلا لما تنزلي، خاصه دائما اسافر مع الوالده، لما تنزلي اثنين حريم ممكن تاخذك سياره وتوديك اي مكان. طبعا فوقتها كنت وقتها في شركه فنون جزيره وهذا، فنزلت قلت لهم الموضوع كذا كذا، فهم اللي استقبلوني بالسياره، هم اللي ودوني الشركه علشان خلاص خفت يعني، قلت ممكن الاقي اي حد في المطار ياخذني اي مكان. وقتها نزلت ورحت هذا ومرت الحفله بسلام، بس صرت يعني صرت دائما الان صرت دائما احسب حسابي. لا احنا ولا مليار، نتكلم على متعهد نصاب. لا والله ما قابلني شيء كذا الحمد لله. احنا شفنا بلاوي احنا في بس واحد. هو غالبا ناس مو متوقعه يعني اللي بيعملوا هيك. ايه فعلا، وناس فعلا يخدعونك بشكل انه مو لا ما بيخدعوا، كان الناس مو متوقع بيتسلوا بس مشان يضحكوا بيعملوا. يعني انا بتذكر ناس هيك مشان بس يضحكوا يتسلوا انه اجت اصاله، وكمان اذا طلبوكي مره ثانيه وثالثه وعاشره بدك تروحي ما بتقدري تقولي لا طبعا، حتى لو بدهم يعيدوا نفس الموضوع. فايه بتصير مع الناس اللي مو متوقعه بتصير، صارت معي. طيب كويس. طيب تعالي غني لنا حاجه يا حلوه انت، انا غني لنا شيء يرضى عليكي. انا جايه على بالي انت كرمتيني عملتي ايه اليوم. لا 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 بس ابغى افاجئك بشيء. قولي هنغنيها لك انا ومشعي. شو سواها قلبي يا حبيبي وحبك ما طاعني، وانا عن الحب ناهي الظاهر الناب، ما يبيغ قربك عافي الجميع ووالي الناس راعي وعلي ما وصيك لا صار جنبك صبح عليه بحبي وبحبي مسيح نبضى وفا وتضحية كان يعجبي صافي ولكن ما لقى مني صافي سواها. اي اي هي هي حبك ما طاعني وانا عن الحب ناهي الظاهر انما يبي غير قربك عاف الجميع ووالي الناس وعليه ما وصيك لا صار جنبي صبح عليه بحبي وبحب مسي نبضة وفاء وتضحية كان يعجبي وصافي ولكن ما لما ضربنا بشيء ثقيل ما
ما ضربنا بشيء. بحبها كثير، هلا بورجيكي انا بس برا بالحرم وعندي بالبيت. شباب امانه هلا بنطلع لبرا انا وفاتي معي طلعوني برا مش عيلة انا جاي وياك. لا لا شو في عنا، وبعدين نحن كلهم ما ببين عليهم لانه كلهم الحمد لله اصحابنا يعني مربيين ومؤدبين، بس برا البيت خلص نتصرف. على فكرة خصوصي عندك هاني سامحتك كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، سامحتك في حفلة بتقولي سامحتك 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 كتير أو كتير، وبطولها طول لدرجة تقول نفسي وينه. أنا بستغرب إنه ليه طولت كتير. أنا بحب طريقتك في الغنى كتير، وعلى فكرة التقليد من باب الاحترام بعرف، لأنه أنا بحب صوتي يعني هذا كتير يعني كتير بحب عن جد، بعرف إنه هو اهتمام ومحبة حتى. أكيد لأنه أنا بقلد ذكرى وبقلد سميرة سعيدة اثنين أعشقهم. قلدي ذكرى؟ لا ذكرى لا ما عادت يعني ما عادت حبيت. طب إيش نغني لها أغنية أنا وأنتي؟ يلا تعالي يعني ما بحب بس بحب قلد سميرة، هلا بعد شوي بقلد لك. ايش غنيه بالضبط تكون طريقتها شو هي هالنوم لين اليوم احلى شيء. لا مو ذكرى بعد شوي نفكر شو غنيه هيك. بدك سميره حركاتها؟ لا مو هلا، هلا بنقول ذكرى. اوكي هلا يعني طبعا. لا ما كانت لسه انا بدي الطريقه اغنيتها هي وفضيل ايش اسمها هي. برافو عليك. هي نقولها على البال. على البال. الله يرحمها يا رب. إلين اليوم، إلين اليوم وأنا عندي أمل فيهم ولا مريوم ولا مريوم إلا في تحري اللي
عشتوا حالة غريبة ها؟ ايه دائما لان روحها حلوة ذكرى. الناس الطيبين واللي بيكون يعني عندهم علاقة وتأثير بالناس، وبنعرف نحن متأكدين انه هن هدول ناس كثير نضاف، وهي من القلائل اللي كثير عندها كان طهر انساني عجيب، الله يرحمها يا رب. مشان هيك اغانيها مؤثرة. حلوة انت. اغانيها مؤثرة بالناس حتى اللي ما بيعرفوها وحتى اللي ما سمعوها. أنا كمان عايشة أنا والدموع وهو حالة طبعاً. الجماعة عجزوا مني، ما عرفوا شو اللي ببكيني، كل شيء ببكيني. بالعكس هذا شعور طيب يعني إنسان. الحمد لله أيها الحقيقة. المشكلة في عدم الإحساس، هاي مشكلة الناس اللي ما عندها إحساس. أي والله. ما فيني شيء ما فيني شيء ما فيني شيء ما فيني شيء حبيبي لا تقلق علي ما فيني شيء لا بيطير ويمكن يختفي لما يدك تلمسي لما خلاص الله الله